بحث جهاز مشروعات المواصلات بديوان بلدية نالوت خطة التنمية المحلية بالبلدية وآلية تحديد المشاريع وهيكليتها ووضع رؤية مستقبلية لها. كما ناقش الجهاز خلال الاجتماع الدوري 11 مشكلات البلدية من الصرف الصحي والمياه وأزمة قطاع الصحة. وأشار المجتمعون أن جهاز مشروعات بحث إسهام القطاعات الخدمية والمؤسسات داخل البلدية للإعداد لخطة تنموية ترتقي بمستوى الخدمات بالبلدية وتطوير مرافقها ووضع حجر الأساس للاستقرار. هذا يعتبر الاجتماع 11، اجتماع 11. كل اجتماع كنا ندير فيه خطوات، عندنا اجتماع اسبوعي، في البدايه كان عندنا كل اجتماع اسبوعي. قسمنا اللجنه اللي تتكون من 8 انفار على القطاعات، كل شخص خضع القطاع ويتعامل مع القطاع في جمع البيانات والمعلومات وفي نفس الوقت المشاريع اللي يستحق القطاع. كلها مشاريع تخص مياه الشرب والصرف الصحي والقمامة واستكمال المشاريع السابقة، وهي المشاريع على سبيل المثال الوحدات السكنية اللي وصلت نسبة إنجازها 70% و60% و50%، بالإضافة إلى الجامعة والمركب الجامعي اللي موجود في وادي نالوت، وبالإضافة إلى مصنع الإسمنت.